هي عايزة تتجوزي؟ ما فيش بنت في الدنيا مش اه عايزة طبعا. ترتبط وتعمل بيت، اه يعني تبقى بتمثل قوي اللي تقعد تقولي لا مش في دماغي الحقيقة والحياة لا طبعا مفيش حاجة اسمها كده. بس لسه ما جاش. اه لسه يعني انتي صعبة ولا اختياراتك صعبة ولا هو ما فيش ولا ايه؟ لا انا بحس ان فيها حاجات صعبة، وبحس ان انا وبعدين هو ما فيش، اه هو اساسا ما فيش ده شيء يعني اساسي دي يعني. اساسا ده يعني موضوع على جنب. اه بس هو انا بحس كمان ان انا فيا حاجات صعبه شويه، او ابتديت اشك في نفسي وحاسه ان انا كمان عندي متطلبات صعبه مش عارفه ليه. وشغلي وحياتي صعبين شويه في ان يبقى في علاقه ثابته مستمره فيها تفاهم وما بنختلفش.